البيت الذي يكثر فيه الضيوف، بيت يحبه الله. ما أجمل البيت المفتوح للصغير والكبير، بيت تتنزل فيه رحمات وبركات من السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم خيرا أهدى لهم هدية. قالوا: وما تلك الهدية؟ قال: الضيف ينزل برزقه ويرتحل بذنوب أهل البيت. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بيت لا يدخل فيه ضيف لا تدخله الملائكة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الضيف دليل الجنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. صدق رسول الله.